بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة، وفي ليلتنا هذه تحت عنوان أعياد الشرطة 25 يناير. تحية للسيد وزير الداخلية، تحية لكل ضباط وكل من يعمل بالداخلية المصرية. ذكرى 25 يناير ليست بحديثة، ما سبب هذه التسمية؟ يرجع السبب إلى عام 1952 حينما طلبت بريطانيا أن يقوم كل من يعمل بالداخلية المصرية داخل مبنى محافظة الإسماعيلية بتسليم السلاح الذي في يده. رفض وزير الداخلية حينئذ فؤاد سراج الدين، وكان وزير الداخلية آنذاك، وتم إبلاغ المقدم الشاب شريف العبد أن يبلغ المندوب البريطاني برفض القوات المصرية أن تسلم سلاحها، فما كان من بريطانيا التي هي دائما وأبدا ضد مصر وضد مصالح مصر أن تأمر أن يتم حشد 7000 جندي بريطاني يحيطون بمبنى محافظة الإسماعيلية. وعلى أثر هذا الأمر تم استشهاد 50 ضابط وجندي من القوات المصرية، ثم تم جرح 80، وكان عددهم حينئذ لم يتجاوز 8 مقاتل مصري، استشهد منهم 50 وأصيب 80. فكان هذا اليوم هو يوم عيد الشرطة المصرية. في يوم عيد الشرطة المصرية نريد أن نقول للعالم، يا من تريد أن توقع بين الشرطة والمصرية الشرطة المصرية والشعب هذا محال، يا من تريد أن توقع بين الجيش والشعب هذا محال، يا من تريد أن توقع بين المسلمين والمسيحيين هذا محال، أنت تتعامل مع مصر. بداية اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ حسن جبر أمين عام حزب التجمع بالفيوم. أهلا بك أسعدتنا وشرفتنا. أهلا بك دكتور، الله يخليك. كما أرحب أيضا الدكتورة مريان سليمان عزيز أمين حزب المصري الديمقراطي بالفيوم. أهلا بك دكتورة، شرفتينا. كما أرحب أيضا بالأستاذ أحمد ربيع وهيب أمين حزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا عن محافظة الفيوم. أهلا بك، ومناسبة سعيدة وجميلة في أيام جميلة كده بنحتفل فيها في مصر. يا رب مصر كل أيام أعياد يا رب. إن شاء الله مصر بخير، طول عمرها بخير، وهتفضل مصر بخير إن شاء الله. أستاذ حسن، بداية مع حضرتك، ولو حبيت أتكلم عن 25 يناير، ماذا يعني هذا الأمر عند الأستاذ حسن جبر؟ الحقيقة هو بداية بنهني كل أحرار مصر وبنهني أبطال الشرطة بعيدهم، وللأسف الشديد حدث 25 يناير إذا كان من الناحية العلمية لم تكتمل تسمية الثورة، لكن كان الخطأ الكبير في اختيار يوم 25 يناير. يوم 25 يناير يوم تاريخي لبطولة الشرطة المصرية في الإسماعيلية، ده عمل لبس مع الأحداث اللي قام بيها الشباب يوم 25 يناير لنقل مصر من بعد غلق الأفق السياسي للانفتاح السياسي، لكن الحقيقة كان الخطأ الشديد في اختيار اليوم. تمام. لو لم يتم اختيار يوم 25 يناير كانت تعددت مناسبات مصر الصعيدة، وكان احتفال مصر بثورة 25 يناير كان هيبقى وضعه مختلف، لأنه حصل لبس ما بين معنى الاحتفال بثورة يناير والاحتفال بعيد الشرطة. لا تعارض أبدا، ومفيش وطني بيحب بلده هيبقى ضد شرطة بلده اللي بتحقق الأمن والأمان، وخصوصا في هذه الأيام وفي مواجهة الأفكار المتطرفة، الأفكار تتستر وراء الدين وهي أفكار إرهابية. أحسنت حينما ذكرت حضرتك أن اختيار اليوم خطأ، ولكن خلوني أقول أن ممكن ثورة 25 يناير تفكير بخبث، ظهور شباب أنقى شباب مصر ثم اختطاف الثورة، فلا أستبعد أن تكون بريطانيا الألم اللي خدته في 25 يناير أعياد الشرطة كانت وراء هذا الأمر في تدبير هذا اليوم، حتى ينسى الشعب المصري الذكرى الحقيقية لثورة 25 يناير 1952 وظهور القوة المصرية والشرطة المصرية بهذه الأمر والقوة، حتى أن المندوب البريطاني أعطى للجثث المصرية التحية حينما رأى منهم شجاعة لم يراها إلا من المصريين. دكتورة مريان، نفس الشيء 25 يناير
هي 25 يناير يعني هي الثورة، ثورة الشباب، وكانت الثورة على منظمات فاسدة كتير، وكانت من ضمن المشاكل بتاعت الشباب في الوقت ده هي مشكلتهم من ضمن المنظمات يعني، ومن ضمن الحاجات اللي تعب فيها الشباب الشرطة برضو. فكان الشباب مقتل خالد سعيد في الوقت ده هو اللي كان من المحركات الأساسية، بجانب بقى المشاكل مع البرلمان ومشاكل تزييف الأصوات ومشاكل إن هم مش حاسين إن اليوم صوت ولا يقدروا يعملوا حراك سياسي. فكانت هم اختاروا فعلا 25 يناير اللي هو عيد الشرطة، إن هم كانوا بيحتاجوا لا احنا في ممارسات بتقوم ضدنا، وفي اعتقالات وفي كابتن الحريات وفي. وكان من ضمن مكاسب الثوره اللي قام بيها الشباب دي ان عادت الروح ما بين الشرطه وما بين الشعب. وستظل هذا الامر بين الشرطه والشعب، لان احنا كلنا حسينا بافتقاد الامن والامان في الوقت اللجان الشعبيه، وحسينا قد ايه الشرطه فعلا مهمه. لكن احنا كنا عايزين نوصل رساله في يوم 25 يناير ان الشرطه معموله لخدمه الشعب زي ما كانت كل اليوفط محطوطه. لا كان في ممارسات غلط من الشرطه واحنا كنا بنعترض عليها. هو اي جهاز على مستوى العالم في اشخاص يصوبون ويخطئون، فاذا اخطا الشخص وليس خطا الجهاز ككل، لكن تحيه للشرطه المصريه دائما وابدا. استاذنا المخضرم السياسي المعروف الاستاذ احمد ربيع وهيب، 25 يناير ذكريات لا تنسى عند الاستاذ احمد ربيع وهيب، ماذا تريد ان تتحدث عن 25 يناير؟ الله، 25 يناير ده انا بعتبره يوم عيد فعلي للمصريين. تمام. لان يوم انا اسمح لي في الاول ان اقدم واجب العزاء لشهداء الشرطه بمناسبه عيد الشرطه المجيد اللي احنا بنحتفل بيه باولادنا وبنعيد ذكريات. احنا عايزين نعرف اولادنا ايه هو 25 يناير بالظبط، ده الهدف من ان احنا نعرف اولادنا. لان النهارده دكتور التاريخ النهارده يعني صعب ما بيتقريش بالعربي، احنا عايزين نخلي التاريخ مخلد، وان اولادنا دول في المدارس في المراحل التعليميه ان يحسوا بتاريخ مصر وتاريخ الجند المصري وتاريخ الشرطه المصريه اللي وصلتنا للي احنا فيه النهارده في الحريه والامان والديمقراطيه اللي احنا بنسعى فيها في مصر. ولا بد ان يكون لهم دور كبير جدا في ظل المرحله القادمه، وهو ده اللي احنا عايزين نولده في شبابنا بالعربي كده يعني. انا حريص على هذا الايام، على هذا الكلام، لان النهارده انا بجد 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 نفسي شباب مصر الواعي المثقف اللي هو العمود الفقري في مصر، وانا بحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزج في الشباب في كل المناصب القياديه النهارده اللي موجوده بيدربهم، وازاي نعمل عندنا رئيس زي رئيس فرنسا من الشباب النهارده في السن المتقدم. النهارده مش عايزين دور المرحله دي، بقول للشباب استغلوا المرحلة اللي احنا فيها دي، لان دوركم دور فعال ولكم دور الدولة حريصة عليه. حضرتك اجبت على سؤال كانت الدكتورة مريم بتقول ان 25 قامت عشان الشباب، فانت حضرتك بتأكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اختياره للقيادات الشبابية بدل المحافظ نائب محافظ الفيوم عندنا 30 سنة، محافظ نفسه 44 سنة، فالدكتورة اصبح الامر دلوقتي يتغير. يمكن اتفق برضو مع الاستاذ حسن في جزئية اختيار اليوم، كان في علامات استفهام لماذا اختيار هذا اليوم عشان تنسى الذكرى الحقيقية لثورة 25 يناير. أمس كان في دعوة كريمة من الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العصيم الباسل أمين عام حزب الوفد بمحافظة الفيوم، وتم دعوة 7 أحزاب، الوفد، المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار، التجمع، الحرية المصري، فرسان مصر، حماة وطن. كان حاضر الأستاذ حسن، حاضر الدكتورة مريان، حاضر الأستاذ أحمد ربيع، كان حاضر طبعا الأستاذ عبد العصيم الباسل، الأستاذ محمد فؤاد زغلول كان يفترض أنه معانا على الهواء لكن لظروف خاصة به اعتذر عن الهواء. كان حاضر الحاج محمد هاشم حماة وطن، كان حاضر معانا مجموعة كبيرة جدا. وفي الاخر بعد التنسيقيه دي او بعد التجمع ده تم اختيار الدكتور اسامه مخلوف ان يقوم بعمل التنسيق ما بين الاحزاب. هنتكلم عن الجزء ده مع الدكتور اسامه مخلوف معانا على الهواء حاليا. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسعدتنا وشرفتنا بسر حضرتك. مساء الخير يا دكتور رمضان. مساء النور. دكتور اسامه بنتكلم عما حدث امس، تجميع 7 أحزاب في بيت الامه في حزب الوفد. كيف راى الدكتور اسامه مخلوف هذا الامر؟ الحقيقه ده كان حلم، وكنا نتمنى من كل قلبنا ان احنا نحققه، ان احنا نقدر نجمع احزاب، عدد من الاحزاب او الاحزاب الموجوده على الارض في الشارع زيهم، على مائده محاولات واحده، ونبتدي كلنا نتكلم في اتجاه واحد. الاتجاه الواحد هو اتجاه لصالح المواطن، كل حزب مننا بيحتفظ بايديولوجيته لنفسه، ولكن مصلحه المواطن ملهاش ايديولوجيه، مفيش فيها ايديولوجيه، مصلحه الشعب، مصلحه الوطن، مفيش فيها ايديولوجيه، فبالتالي نقدر كلنا نقعد على مائده مفاوضات ونقدر ننسق مع بعض احنا نقدر نعمل ايه. كل ما هو متفق بينا. تمام، كل حزب فينا ليه نقاط ضعف ونقاط قوه، احنا عايزين نستغل كل نقاط القوه اللي في كل الاحزاب. تمام. ونقدر نفعلها على ارض الواقع. دكتور اسامه، يعني حضرتك مع البيان الاول لهذا التجمع 7 أحزاب، انت شايف الرؤيه هتستمر ولا هي بس بدايه وخلاص كده؟ والله يا فندم احنا نتمنى انها تستمر، امنيه بالنسبه لي شخصيا بشكل شخصي انها تستمر. طبعا انا كلفت من قبل الساده رؤساء الاحزاب الموجودين باني اكون المنسق الاحزاب، هم الاحزاب في الفيوم. تمام. وارجو ان ربنا يوفقني وبتعاون حضراتكم كرؤساء احزاب معايا، وان شاء الله بمشيئه الله هنعمل شغل كويس جدا على مستوى المراه، على مستوى الشباب، على مستوى الشارع بشكل عام، على مستوى مصلحه زي ما قلنا مصلحه الوطن والمواطن بشكل اساسي. الدكتور اسامه مخلوف نائب رئيس حزب الوفد بمحافظه الفيوم، شكرا لحضرتك. استاذ حسن، حضرتك كنت حاضر امبارح، كيف رايت هذه الدعوه؟ الحقيقه انها دعوه كريمه مشكوره، لكن انا عايز بس اعلق على نقطه انه برضه ليه علاقه بالثوره وليه اتعملت توافق ما بين الاحزاب. تمام. الاساس اولا ما حدش يقدر يقول انه كان الشباب بيخطط لثوره. كانت حركة الشباب دي نتيجة الانغلاق السياسي، وكانت مطالبهم الأول هو تغيير الحكومة، يعني يمكن ما كانش في حاجة أبدا اسمها حد بيحلم بفكرة تغيير أصلا رأس النظام، لكن عند وإغلاق الأفق السياسي أمام الشباب ومن انضم إليهم من المحتجين أدى لأنه نصل للي احنا وصلنا ليه. ودايما الضغط يولد انفجار. طبعا، لكن الحقيقه انه السبب الرئيسي هو الانغلاق السياسي. تمام. وده سبب في انه الاحزاب في الفيوم تتحرك في اكثر من مبادره، كان في مبادره قبل كده احزاب خارج الاسوار، احزاب بلا اسوار، احزاب بلا اسوار، وكان الهدف منها التواصل مع المواطن الفيومي في الشارع، لان احنا كل ما نخشاه انه نعود لزمن الحزب الواحد. للأسف الشديد انغلاق الأفق السياسي هو ده اللي بيدي فرصة للتيارات التي تتستر وراء الدين لأنها تسيطر على الشارع المصري بشكل عام والشارع الفيومي بشكل خاص. احنا لما الدعوة الكريمة اللي جات من حزب الوفد اطرح فيها الأخطاء اللي وقعنا فيها في تشكيلنا الأول، ازاي نتلاشاها في القادم بحيث استمرارية هذه المجموعة من رؤساء الأحزاب في العمل من أجل المواطن الفيومي. نتمنى، احنا عندنا أمال أنه المشكلة الرئيسية في غياب الوعي، لا يمكن أبدا أحمل مواجهة الإرهاب للشرطة لوحدها. الشارع محتاج لوعي، المنوط به الوعي ده هو الأحزاب السياسية. للأسف الشديد عندنا، أنا طبعا بشكر حضرتك على هذه المبادرة الكريمة، لأنه للأسف الإعلام مقصر لأنه يشرح للناس دور الأحزاب، وبالتالي الناس، الشباب النهاردة يعني إيه حزب؟ ما يعرفش يعني إيه حزب. الناس بتخاف من كلمة حزب أو الانضمام للحزب، لكن كل العالم المتقدم لا ديمقراطية بلا أحزاب ولا حرية بلا أحزاب. تمام. تواصل قادة الأحزاب مع الشارع الفيومي والسعي لحل مشاكله والضغط على المسؤولين لتبني مشاكل المواطن الفيومي وترك مساحة لحركة الأحزاب في الشارع لرفع الوعي داخل المحافظة، ده هدف رئيسي لهذا التجمع. والحقيقة أنه بيضم
قادة كلهم لهم خبرة للعمل في الشارع مع المواطنين، كلهم ناس بيقدموا بدون ما يستنوا مقابل، كل الناس بتتبرع بوقتها لهذا العمل. نتمنى انه يلاقي صدى جيد عند المسؤولين على اساس انه ما نرجعش تاني للخلف ونقفل المتنفس السياسي اللي موجود. احنا صحيح عندنا 104 او 105 او 105 حزب، لكن لو طرح الشارع مفتوح لعمل هذه الاحزاب وخاصه الاحزاب الجاده، فعلا هتاثر في الشارع الفيومي، وده في الاخر هيعود لصالح الوطن والمواطن. احنا عندنا رئيس الجمهورية، الدستور بيقول انه الحياة السياسية تبنى على التعددية السياسية. الرئيس كونه ياخد 7 من نواب المحافظين من الاحزاب، ده معناه انه الرئيس جاد في مشاركة سياسية للاحزاب. الرئيس اكتر قال اكتر من مرة انه مالوش حزب، لكن المسؤول التنفيذي لازم يصله ده ويصلوا بالحركة الجماعية للأحزاب بعيدا عن أيديولوجياتها. تمام. الحقيقة ده يعني نتمنى أنه ينجح، وبدعم الإعلام وحضرتك بدأت، أكيد 100% المواطن الفيومي يحس بنتيجة العمل ده في الشارع. أنا شاكر ليك وهرجع لك تاني. قبل ما أروح ليك يا دكتورة، بس معايا مساعد وزير الداخلية اللواء فاروق مقراحي. سيادة اللواء، كل عام وحضرتك والشرطة المصرية بألف خير. أهلا بك يا دكتور رمضان، تحياتي لك ولضيوفك الكرام، وكل سنة ومصر كلها بخير وشرطتنا المصرية بخير، لأن الشرطة المصرية في كل بيت وفي كل قرية وفي كل نجع جزء من هذا الوطن، في كل البيوت وكل العائلات من مئات السنين، والشرطة المصرية جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن. سيادة اللواء، ذكرى 25 يناير على المستوى الشخصي مع السيد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. شوف، 25 يناير كذكرى عيد شرطة بالنسبة لي أنا شخصيا يوم العزة ويوم الكرامة الوطنية التي تجلت في أعلى معانيها لما تصدت الشرطة المصرية في ذلك الوقت من سنة 52 لجحافل المستعمر البريطاني وقواته الموجودة في منطقة القنال، وكانت 800,000 جندي أو 80,000 جندي موجودين في القناة، وتصدى لهم 800 عسكري وضابط مصري مسلحين ببنادق لي أنفيلد بتضرب طلقة يدوي، وتصدوا لدبابات السنتريون وللمدفعية وللمدافع المتعدد. كل هذا وكان مظهر من مظاهر القوة والإعزاز بالكرامة، وإن مهما كانت الأسباب ومهما كانت القوة غير متكافئة، فإما نموت أحراراً أو نعيش أحرارا، وكان هذا هو سلاح الشرطة الرئيسي، هو إما أن نعيش أحرارا أو نموت أحرارا على أرضنا، ولا يكون للمستعمر علينا سيطرة. هذه هي الحقيقة، وهذا ما انطبع في داخلي وانطبع في داخل جميع رجال الشرطة منذ 25 يناير سنة 52 إلى يومنا هذا. ودخلت على الخط العصابة الإرهابية المسماة جماعة الإخوان، وحرقت القاهرة يوم 26 يناير 52 حتى يتم التغطية على أحداث 25 يناير وما كان سيصحبها من مواقف على مستوى الجمهورية خلال الأيام التالية. ولكن جماعة الإخوان الإرهابية بإعاز من المخابرات البريطانية حرقت القاهرة لكي يلهو الشعب فيما أصابه من ضرر، وكانت النتيجة أن قامت ثورة يوليو، وفي 23 يوليو 52 قبل موعدها، علشان ما حدث في 25 يناير وما أعقبه في 26 يناير
من جماعه الاخوان الارهابيه. سياده اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخل، اسبق الشكر لحضرتك، وكل عام وحضرتك والشرطه المصريه دائما وابدا بالف خير وسلامه. دكتوره مريان، قبل اتصال سياده اللواء كنا بسال الاستاذ حسن عن تجمع امس، حضرتك شفت التجمع ده ازاي او تلقيت الدعوه ازاي؟ انا الحقيقه تلقيت الدعوه من استاذ عبد العظيم الباسل وكنت مرحبه بيها جدا. فكره ان تجمع الاحزاب لاجل يعني خدمه الشارع الفيومي والفيوم كمحافظه للاسف يعني ناقصها كتير عن باقي المحافظات كمان، يعني هي فيها اكبر نسبه اميه وفيها اكبر يعني مش هنقول يعني فيها التيارات الدينيه واخده يعني مساحه كبيره علشان الناس مش قادره تفكر قوي في يعني، فاحنا بنحتاجين ان الناس دي تزداد وعيها، محتاجين الناس في عندها مشاكل شويه في الصف. يعني ممكن التجمع ده بتاع امس ده لو استمر ان شاء الله يكون بسبب توعيه؟ جدا جدا، لان في مشاكل كتير، انا زي ما قلت امبارح في مشاكل كتير قايمه على فقد الوعي، يعني ان في كتير قوي ممكن من الشباب يستقطبوهم يقولوا لهم ده انتوا كده هتخشوا الجنه لو عملتوا كذا وكذا وكذا، وده غلط، وده غلط للاسف يعني. فاحنا لو احنا عرفنا نوعي الناس دي شويه ان لا انت ليك حق سياسي في الحته دي، ليك مش ان انت تخش الجنه ان انت هتمسك سلاح، عرفوا واجباته وحقوقه. بالظبط بالظبط بالظبط، اللي هي فكره الوعي السياسي اللي المفروض الاحزاب تقوم بيها، وللاسف الاحزاب شويه ما كانتش عارفه تقوم بالدور ده، لان هي مش عارفه تتعامل مع جهات تنفيذيه بشكل قوي. لكن احنا لما نبقى مجموعه الوضع هيبقى مختلف، وهنقدر نوصل مشاكل المواطنين بشكل اقوى للمسؤولين، نقدر نزود الوعي، نتعاون مع الوزارات، مع الهيئات الحكوميه في توصيل الوعي ده، بحيث ان احنا ما نخشش في مشاكل زي ما قلنا امبارح، اتفقنا امبارح ان في مشاكل زي مشكله الادمان. المشكله ان الشاب برضو مغيب في وعيه، ان هو متهيأ له ان هو لو اخذ البرشامه دي او اخذ الحبايه دي هيبقى اكثر قوه، ولا هيبقى يعني انا يعني كدكتوره صيدلانيه بفاجئ ان بيجي لي مثلا سواقين يقولوا لي احنا عايزين نسهر فعايزين حاجات مخدره، اقول لهم ازاي ده هتاثر على جهازكم العصبي وممكن تعمل حوادث. فهي الفكره زي ما قلنا كده توعيه تمام. وفي فكره ثانيه التوعيه السياسيه بقى اللي هي برضو المنوط بيها الاحزاب. تمام. التوعيه السياسيه، انت 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 كشخص ليك صوت انتخابي، الصوت الانتخابي ده انت هتهديه لمين؟ مين اللي يستحقه؟ مين اللي ممكن يمثلك في انتخابات البرلمان، في انتخابات المحليات؟ هو ده، مش اي حد يقودك ويقول لك روح ادي صوتك لده، لا انت 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 عندك وعي سياسي، لازم يبقى عندك وعي سياسي وتبقى عارف اللي انت هتنتخبه ده هيقدم لك ايه. تمام. وانت ومطالب منك بايه، وانت تقدر تحاسبه ازاي. تمام. قبل ما اروح للاستاذ احمد ربيع وهيب، معايا على الهواء مباشره الكاتب الصحفي استاذنا الاستاذ عبد العظيم الباسل صاحب الدعوه امس للاحزاب السبعه. سلام عليكم استاذ عبد العظيم. اهلا اهلا دكتور، ازي حضرتك؟ اسعدتنا وشرفتنا بالاتصال معاك، والكل يشكر حضرتك على الدعوه الكريمه. ربنا يخليك، ده يجب ان يكون هناك تواصل وود متواصل باذن الله. دكتور استاذ عبد العظيم، حضرتك اكيد عندك رؤيه قبل ما تعمل دعوه للاحزاب، ما هي رؤيه الاستاذ عبد العظيم الباسل لتجمع الاحزاب ولماذا هذا التجمع؟ انا قبل هذه الفقره يعني انا قطعا يعني بصراحه شديده جدا انا غير راضي عن الاداء الحزبي بشكل عام. يعني النهارده لو بصينا كلنا طبعا في المجال وحضرتك اعلامي ضليع، ولو بصينا للفتره اللي فاتت بنلاقي ان الاحزاب كان لها صوله وجوله، واحزاب كانت تنافس تنافس منافسه حقيقيه بهدف تبادل السلطه عن طريق السلمي، ده هدف اي حزب. تمام. وشفنا قبل الثوره احزاب كثيره صعدت وعلى راسها الوفد الحقيقي هو اللي تمكن من الوصول للسلطه، لكن كل الاحزاب كان لها دورها يؤخذ به ودورها الفعال في صنع الحياه السياسيه. طبعا مش ذنب الاحزاب، جينا بعد 52 وقصه تعطيل الحياه الحزبيه وكلنا يعلم هذه المساله، وده انتقلنا الى تنظيم الحزب الواحد وكاننا اخذنا وكاله عن الشعب في الاختيار
نيابة عنه وفي تحديد وجهة نظره وفي بناء وعيه ووجدانه السياسي. تمام. فبنانا لما نيجي نرجع تاني لصحوة حزبية ونلاقي فرصة قدام الجميع بأن الدستور يتعدل والمادة الخامسة تنص أنه التعديلية السياسية تقوم على تفاعل الحزبية وما تستغلهاش الأحزاب القائمة، أنا أعتقد يبقى العيب فينا وليس العيب في الدستور أو العيب في النظام الحاكم أو العيب في النظام السياسي الموجود حاليا. طيب هتقول لي حضرتك الأحزاب النهاردة هل لها القدرة على أنها تنشط ولها القدرة على أنها تقرب من الشارع ولها القدرة على أن تبني قواعدها الجماهيرية الحقيقية؟ هقول آه، مسألة قد تأخذ وقت أو تأخذ فترة، ولكن علينا زي ما بيقولوا مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة، فعلينا أن نبدأ من الآن ونحط كوادرنا الحقيقية ونصنع شبابنا الواعد ونفعل برامجنا السياسية اللي مرتبطة بالشارع ارتباط حقيقي، وبالتأكيد كل خطوة هتصادف نجاح هتلاقي تلتف حولها الجماهير وتلتف حولها المواطنين وتتعلق الناس بالحزب وتتعلق الناس بممثلي هذا الحزب، ومن هنا يبقى فيه النهاردة كادر سياسي حقيقي النهاردة وراه حزب قادر على ان هو يدفعه الى البرلمان ويمثله تمثيل حقيقي، ولم يأتي اختيار هذا الكادر عن طريق سين او عن طريق صاد او عن طريق مؤسسة الفلانية او عن طريق الجهاز الاخر. احنا النهاردة لابد ان تكون صناعة السياسة صناعة حقيقية تبدأ من الجذور وتستمر وصول للقمة. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العظيم، معلش سؤال من الأستاذ محمد متابع برنامج مع القادة، بقول لحضرتك ازاي الاحزاب تشارك في الحياه السياسيه وممنوع عنها التعامل مع الجهات الحكوميه، دخول الجامعه ممنوع عنها حتى استخدام قصور الثقافه، فازاي الاحزاب تمارس حقها وتنشط؟ ما هو حضرتك ده بقى خطوه من يعني ليس كل حق النهارده هنلاقيه الارض او التربه ممهده او يعني مفروشه بالورود كما يقولون، علينا ان نتعب وعلينا ان نصنع ونشق طريقنا بنفسنا. احنا النهارده ليه؟ واحد النهارده لما يتكلم بصوته هيبقى ضعيف، مجموعه هيبقوا قوه. تمام. فانا الهدف من الدعوه دي ان احنا النهارده نشكل، مش هسمي يعني احنا مش قوه او اتحاد، يعني ضد كلمه الحزب احيانا بتبقى بتمثل ارتكاريا للنظام السياسي ايا كان. ده حزب، يعني حزب عايز ايه؟ يعني لازم يكون في موقف معارض. لا يا سيدي احنا مش معارضين. احنا بنقول كلنا هو كمجموعه احزاب بنتفق على المصلحه العليا للمحافظه، خلينا نتكلم على ونؤيد كل ما يفيد الدوله ونعارض كل ما يضر بالدوله. بالظبط كده، نحن مع الدوله الوطنيه بثوابتها بقواعدها بما تفعله من ايجابيات، ولكننا ضد بكل ما نملك، ضد اي سلبيات، ضد اي ثغرات، ضد اي معوقات تحد من مصالح المواطن اللي هو الحق الاصيل ليه انه يعيش حياه كريمه. فالنهارده لما بنقوى احنا كمجموعه نقدر نقول لا، تعالوا النهارده احنا من حقنا ان احنا ندخل اللي حضرتك بتتكلم عنه المجال السياسي. انا النهارده أنا أدخل الجامعة بطريق غير مباشر، أدخل النهاردة عن طريق شبابي أنا، لجنة الشباب في الحزب أو لجنة تنسيقية الأحزاب اللي لها مجموعة شباب قوية منتشرة في الأحزاب، هي النهاردة تقدر تنشر نفسها، مش عايزة أبواب، الأصوات ممكن تفتح أمام الفكر، لأن أنا ما بحطش جدران ثابتة، أنا بنمي أفكار، ما بتكلمش أنا بكتايب على الأرض، لا أنا بتكلم في فكر، والفكر يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان ومن دولة إلى أخرى بدون حواجز. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العظيم الباسل رئيس حزب الوفد بالفيوم، شكرا لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. الأستاذ أحمد ربيع وهيب، قبل ما تبدأ الأستاذ محمد تمام بيبعت لحضرتك التحية، والدكتورة مريان والأستاذ حسن، والأستاذ محمد بيسأل هل بالإمكان، أعتقد نفس الكلام ده قيل أمس وما كانش حاضر معانا، هل بالإمكان الأحزاب تتلقى شكاوى من المواطنين وتقوم بحلها؟ السؤال الأستاذ أحمد ربيع وهيب الأستاذ محمد تمام. هو الدور اللي احنا فيه دائما هي الأحزاب، ايه الأحزاب دي ما إلا يعني الأحزاب، انشأت الأحزاب لخدمة المواطن. خدمة المواطن في ايه؟ في حل مشاكله، في جميع متعثرات اللي بيوصل بيه. احنا بنقول دائما أن المواطن البسيط هو الهدف الأساسي للأحزاب، بمعنى أن لما أوصل النهاردة أنبوبة البوتاجاز، لما أوصل النهاردة صرف صحي، لما حل له مشكلة التضامن الاجتماعي، لما حل له مشكلة التموين، لما حل له مشكلة رغيف العيش، هو ده المواطن. المواطن عايز إيه؟ مش عايز حاجة خالص، المواطن مش جاي راكب طيارة خاصة،
ولا مش عارف ايه. المواطن مواطن بسيط جدا عايز يعيش في شعب، احنا نوفر له هذا المناخ، والدولة كفيلة بالمواطن ده في اي مكان ان تحميه وترعاه صحيا واجتماعيا وثقافيا في شتى المجالات. ومؤسسات الدولة ملك للشعب وليس ملك للمؤسسة، زي ما انتبه انا بعترض دلوقتي على ان الثقافة تقول لك لا ما بتعملش مع احزاب، الجامعة تقول لا ما بتعملش مع احزاب، اللي الشباب والرياضة لا حلق ما تدعو فتح هذه الاماكن للاحزاب. طبعا اصل الاحزاب دي منين؟ الاحزاب دي منين؟ زي ما احنا بنقول دلوقتي الشرطه والجيش دول منين؟ اولادنا طبعا مش كده؟ طبعا الاحزاب دي منين؟ من الشعب. تمام من الشعب، وملك للشعب، والشعب هو صاحب السلطه، لا بديل ان الشعب الشعب هو مصدر السلطان. يا استاذ احمد ربيع وهيب بيطالب بفتح كل قصور الثقافه استغلال كل مع الحفاظ على القوانين المعد على ذلك احترام الدستور والقانون. تمام. اللي الناس اقسمت عليه واللي بره ما اقسمش عليه، فاحنا موافقين، احنا اللي شرعنا الدستور وافقنا عليه وطلع وخرج للحياه السياسيه للممارسه، فكل من مد ايده واحترم الدستور والقانون ان يحترم هذه المبادئ، واحنا موجودين احنا كشعب. والاحزاب كمان تكون على قدر المسؤوليه، يعني الماده اللي هتطرح او كده يكون فكر فعلا يفيد الدوله. يا بيت احنا حراس الوطن، حراس البلد دي، احنا البلد دي لن نسمح لاي انسان ان يتخلل البلد دي ويمد صبعه كده او يشاور، لا احنا حراس على هذه البلد ولن نترك مصر لاي شيء. ونحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمتي عندما قال ايه بقى؟ قال ايه؟ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا مصريين، فيش حاجه اسمه بقى ما تقوليش، احنا لنا دعوه للدين لله والوطن للجميع، احنا كلنا اسمنا مصريين، بنحافظ على هذه البلد ولن نسمح لهذه البلد. احنا النهارده موضوع تركيا ومصر وما حدث فيه، لا احنا قلنا ورا القياده السياسيه بتاعتنا، واحنا ورا لان الليبيين 50% و60% ازواجهم مصريات وكذلك، فاحنا دي بلدنا، مش هنسيب حد يتخطى الحدود ابدا، واحنا ورا قيادتنا. وبنحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا ورا شعبا وقلبا وقالبا في كل ما يترتب على في، احنا بنقول له سيبنا احنا لمصر وانت خليك في الحدود الخارجيه، واحنا وراك وامامك وقلبا وقالبا في مصر. ويمكن كتاب التاريخ دايما يحذروا العالم كله ابعد عن مصر في ثلاث، عن نسائها وارضها ودينها. فمصر سعيدة بكل الأديان، مصر سعيدة بكل الطوائف اللي موجودة على أرضها، وحينما قيل أقباط مصر يقصد بها كل المسلمين كل المسيحيين، مواطنة مصرية، جيش شرطي ما أجمله وما أروعه، شعب ما أجمله وما أروعه. أعجبني كلمة أمس الحاضر الغائب أخي الأستاذ محمد فؤاد زغلول لما اتكلم عن الأحزاب وقال أن كل أمين في محافظة هو يمثل المحافظة ككل عكس النائب بيمثل دايرته، فلا بد ان تاخذ الاحزاب مكانتها، وكل امين حزب يناقش ويدخل في السياسه مع المسؤولين من اجل الصالح العام. شكرا. انا استسمح حضرتك بس في حاجه، اي امين حزب موجود في حزبه ولم يطبق يعرف حقوقه وواجباته ايه ويقدر يقف قدام القوه، ايا كان من يقف ضد الدستور وتطبيقه والعداله الاجتماعيه اللي قامت من اجلها الثورات، ها فده النهارده هو بيسف حقه، بيترك حقه. احنا مش عايزين كده، الاحزاب قوه، التعدديه دي منصوص مطلوبة. عليها مطلوبه. تمام. احنا اذا كان في حاجه في البلد دي صدقني انا لن اعيب على القيادات، انا بعيب على الشعب اذا كان في اختياراته، اذا كان في عدم مطالبه بحقوقه، ما يعرفش حقوقه ازاي، ما يعرفش واجباته ازاي. مفيش حاجه اسمها الميه ما تطلعش العال، لا بتطلع العال يا سيدي. تمام. وقف النهارده انت عندك قياده النهارده ما بيسيبش، وزير نزل من اجتماع الوزاره اتقبض عليه في التحرير. تمام. مفيش بعد كده، الكل فوق، مفيش حد فوق، مفيش حد فوق القانون، مصر فوق الجميع. وعندك قياده النهارده ما بترحمش، بيقول مش هرحم، هشيل بقى انا على الارض. فالنهارده احترموا هذا، والنهارده بنقول احنا فخورين كمصريين بجد بجد ببلدنا وقيادتنا. تمام. فيجب ان نقف وراه، والحزب عندنا دائما 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 الدكتور عصام خليل يقول الشباب الشباب الشباب، الشباب بيمثل اكتر من 60% من جمهوريه مصر. تمام. العربيه. تمام. ده القنبله موقوته في اي مكان. تمام. شكرا. حسن، الدكتوره مريان قالت ان الاحزاب مش عارفه تتعامل مع التنفيذي، والاستاذ احمد ربيع بيقول انا بحمل المسؤوليه للشعب. الاحزاب كيف تتعامل في هذا الامر؟
طبعا الحقيقة أنه الأستاذ أحمد رغم أنه قال أنه بيحمل مسؤولة الشعب، لكن علق على نقطة مهمة جدا، هو فتح كل المجالات أمام الأحزاب. إحنا قلنا السبب اللي ودى مصر وقعدنا كم سنة نعاني بعد ثورة يناير هو انغلاق الأفق السياسي. أنا مش عايز أرجع لده، أنت عايز تخلق وسياسة الحزب الواحد طبعا تنافسية سياسية، يبقى زي ما بتعامل أي حزب يروح الجامعة يبقى كل الأحزاب تشتغل في الجامعة. أصول الثقافة، أنت بتفتح أصول الثقافة لمين؟ أنت هتواجه التيارات الرجعية إزاي إلا بالثقافة؟ أنت مش جنب عمل الشرطة الفكر أعلى بكتير ويساعد. هو إيه اللي خلى الناس قالوا ده الثورة ضد الشرطة أو حملوا اللي بتعمله الشرطة ده بيجي لها تكليف؟ أنا ما عرضش الشرطة إنها تتعامل مع اللي ملاش فيه. كان قبل الثورة الرز يزيد، الشرطة تنزل تحمي التجار مش عارف إيه وتمنع الناس إنها تحتج ضد رفع الأسعار. أنا ما عرضش الشرطة للمواجهة مع الناس بدون مبرر. أنت تفتح المجال السياسي للأحزاب السياسية عشان ما يبقاش 104 حزب محسوبين على الوطن، وهو والوقع مش شغال، 7-8 أحزاب ممكن اللي يبقى، ومش هتلاقيهم كلهم نشطين في كل المحافظات. هتلاقي في كل محافظة نشط بتاع 4-5 أحزاب. أنا عندي لما أبص للرئيس سياسته الخارجية، سياسة مصر الخارجية ممتازة ناجحة جدا تمام. أما السياسة الداخلية، وده للأسف الشديد لأن أنا ما عنديش مجلس نواب قايم بدوره بشكل جدي، أنا سياسة الداخلية أو ربما غياب المحليات، مش غياب المحلات لوحدها، أنا ما عنديش سياسة داخلية تقدر تقول إن أنا اتعلمت من الماضي. أنا ما فيش مجال مفتوح للأحزاب. أبسط القواعد يمكن الأسواق، الرقابة على الأسواق، إحنا جاء علينا وقت من الأوقات كانت السلعة داخل التموين للمواطن المدعوم أغلى من السوق، يعني أغلى من السوق. وهنهرجع لحضرتك في الجزئية دي مشاهدينا الكرام، فاصل ثم أرجع مرة ثانية. مع القادة في كل مجال ندرس فكر مع فكرة، حياتنا نعيشها بالآمال، نحقق فرحة الأحلام، سياسة وطب ورياضة وفكر وعلم وعبادة. مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية بعد الفاصل. قبل الفاصل كان الحديث مع الأستاذ حسن جبر أمين عام حزب التجمع بمحافظة الفيوم، وكنا بنتكلم على دور الأحزاب. قلت لحضرتك أن الدكتورة مريان قالت أن الأحزاب مش عارف تتعامل مع المسؤولين، والأستاذ أحمد ربيع وهيب رمى بالحمل على الشعب نفسه. الحقيقة الشعب هنا شعب مظلوم. الشعب مين وعى الشعب؟ الشعب طول الوقت الإعلام بيضغط عليه أن الأحزاب دي إيه قيمة الأحزاب، وأن أنت تنضم للحزب إيه اللي هتستفيده، وأن بتعرض نفسك للمخاطر على أساس الفكر اللي الناس كانت واخداه عن الأحزاب قبل الثورة، اللي بتضم لحزب معارض ممكن الأمن يبعت له حاجات كده. أنا عايز أقول بس نقطة مهمة، أنه المسؤول التنفيذي بيفهم كلام رئاسة الجمهورية إزاي. في عهد الرئيس حسني مبارك لما قال التعليم أمن قومي، راح ودوا احد ضباط المخابرات قعد في وزاره التربيه والتعليم على ده الفهم فهم ان التعليم امن قومي. دلوقتي لما الرئيس بيتكلم عن انه الاستقرار بمجال التنميه وكذا، هم بيفهموا هذا الاستقرار انه الناس ما تتكلمش وان انت بتقتل الحريات. بالعكس، انت بتسد دلوقتي الافق اللي فعلا الدوله المصريه. طب حسن انا عشان بس وقتي خلاص فقدت بقى 5 دقائق وما وصلتش للب الحلقه اللي انا عايز اوصل ليه. تمام. اجتماع امس كيف يخدم على الشارع؟ تمام. احنا قلنا رقم واحد فتح المجالات امام الاحزاب على اساس انها تعمل توعيه فعلا في الشارع. لازم المسؤولين خارج الفيوم يعرفوا ان الفيوم في كل مشاريع التنميه اللي بتعتمد تبع شمال الصعيد ولا جنوب الصعيد، بس اخيرا دمجها تبع جنوب طبعا شمال الصعيد، لكن ما زالت الفيوم ترتيبها في تقرير التنميه البشريه متاخره. تمام. قبل الاخير. الحاجه الثانيه انه المشاريع اللي بتتم لولا انه مشروع اللي عملته القوات المسلحه اللي هو المجزر الالي في، لولا انه الرئيس اتكلم عن بحيره قارون ما كانش لقينا اهتمام بحيره قارون. محافظه الفيوم محافظه زراعيه، ما فيش اي مصنع قام يستغل المنتج الزراعي بتاع الفيوم ويوفر فرص عمل لشباب الفيوم. الفيوم محافظه ما فيش اي رقابه على الاسواق،
الفيوم لم يستغل ظاهرة الصحراوي بشكل جيد لا في إقامة مشروعات حتى مدينة الفيوم الجديدة. أيوة سواء السكن خدوه الحيتان، أرض المصانع خدوه الحيتان، مفيش فرصة فعلا للشباب. يعني فكرة المشاريع الصغيرة وتوفير والتيسير وشباك واحد، كل ده كلام بنسمعه بالنسبة للمحافظات التانية. للأسف الشديد الفيوم محافظة مظلومة. دور الأحزاب قبل ما نلوم على الشعب يترك المجال للأحزاب تتحرك توعي الشعب، يبقى فيه تنافس بين الأحزاب في الناس ازاي تخدم المواطن الفيومي وتوصل للمواطن الفيومي مشاكله. وده طبعا في الآخر هيبقى ليه مردود على الوطن مش على الفيوم لوحده. أنا شاكر حضرتك دكتورة مريم، كلمة أخيرة من حضرتك، ازاي نخدم كأحزاب بالفعل على الشعب؟ أنا زي ما أنا قلت امبارح إن أنا سعيدة بتعددية الأحزاب وسعيدة باجتماعهم على هدف واحد. وتعددية الأحزاب دي كانت نتاج للثورة 25 يناير اللي أنا بحتفل بكل الناس وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين على ثورة 25 يناير اللي هي أنتجت لنا تعددية الأحزاب. وإحنا والدستور المصري نص إن عندنا ثورتين ولولا 25 يناير ما كانت 30 يونيو. بالظبط. وزي ما قلنا كده إن الهدف من تنسيقية الأحزاب اللي أعلنت امبارح هي خدمة الشارع الفيومي، وزي ما قلنا كده إن إحنا عايزين المشاكل بتاعة الفيوم نجمعها، ما هيبقاش كل حزب هيخش بمشكلة فرادة لشخص أو لشخصين أو لمشكلة، لا إحنا هنجتمع ونحاول إن إحنا الأحزاب بتدوب في بعضيها ونقدم المشاكلنا للمسؤول والمحافظ، وعلى أمل إن المسؤولين إن هم يبتدوا يتعاونوا معانا في إن إحنا نحل المشاكل دي. أنا شاكر حضرتك أستاذ أحمد ربيع وهيب. الأحزاب تشارك في الحياة السياسية. آخر اجتماع تم مع محافظ الفيوم والأحزاب متى؟ لا، محافظ الفيوم الدكتور اللي هو عصام سعد للأسف الشديد أتى وذهب ولم يكتمل الأحزاب. ولم يكتمل مع أحزاب الرجل. طب إزاي الأحزاب تأدي العمل؟ لا لا لا، إحنا اللي أخطأنا، أحزاب إحنا اللي أخطأنا. طب الأستاذ أحمد ربيع ينصحنا بإيه؟ حقنا النهاردة إن إحنا نروح مكتب المحافظ ده اللي قاعد فيه، ده ملك للشعب وملك لينا واحنا ممثلين الشعب. الفيوم محافظة مهملة منذ أكثر من 40 عام، مهملة بسبب نوابها وانتخاباتها الغير صادقة واخد الغير صالحة. أنا بطالب النهاردة، أنا بحترم كل الكل، شوف ما يتم الانتهاء منه بصفة انتخابية أو بتاع على عنه على رأسنا ورحترمه. احنا بنقول توعية لشعب الفيوم في المراحل القادمة، استغلال الشباب، تمثيل المطالبة بالحقوق، وده النهاردة عندنا. أنا هقول لحضرتك على مشكلة جد أنا نفسي إنها تتم في الفيوم، ونفسي إنها تتم. بمعنى إيه؟ عندنا النهاردة التكدس الكثافة الطلابية في محافظة الفيوم أكثر من 60 و70 تلميذ موجود فعلا في الفصل. أنا في ناس تبرعت بأراضي زراعية، بأراضي موجودة اتبرعت بالأراضي، وزير الزراعة مش موافق عليها. أنا معاه إن الرقعة الزراعية لابد أن نحافظ عليها، بس دي حالة استثنائية يا سيدي. نبيع هذه الأرض الزراعية، أرض زراعية برضه، ونشتري ونحافظ على أرض المحافظة، ويتم عمل مدارس موجودة بهذه الأرض. هي مش لغرة مات، هي عايزة واحد يفكر، عايزة محافظ يكون قوي. مع إن أنا متفائل بمحافظة الفيوم الحالي شاب الحالي. وبتفائل وبحييه من هذا المكان، وبحيي الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وبقول لهم والله إحنا متفائلين خير فيكم، احتمال تعوضونا جزء من اللي فقدت الفيوم في المراحل القادمة. أنا شاكرك أستاذ أحمد ربيع على هذا اللقاء الجميل. الدكتورة مريان شكر لحضرتك، أستاذ حسن أنا شاكر لحضرتك. أنا بشكرك وأتمنى فعلا أنه حلقتك دي تبقى جرس للإعلام وأنه يهتم فعلا إن شاء الله. ويمكن هنشوف على الهواء مباشرة حاليا صور أمس اللي كانت موجودة معنا في اجتماع حزب الوفد عند الأستاذ عبد العظيم الباسل، وإن شاء الله سوف يتم الأمر وعرضه على محافظ الفيوم لتحديد موعد ولقاء مع أحزاب الفيوم المشاركة في هذا التجمع، 7 أحزاب حتى هذه اللحظة، والباب مفتوح لباقي الأحزاب. لكن الفيوم مهملة، الفيوم مهمشة، ده أمر واقع. لم يكن عندي رئيس وحدة محلية ياخد الأول على مستوى محافظة الفيوم الأستاذ عصام الدوح في إطسة، ويقرر من قبل وزير التنمية المحلية ومن قبل وزارة التخطيط، ولم يأخذ مكانه. لماذا؟ أبناء الفيوم أين هم من القيادة؟ مش شايفين حد من أبناء الفيوم يتبوأ منصب. أنا لست ضد أن أي حد يجي من خارج المحافظة، لكن أبناء المحافظة لازم يشاركوا ويكونوا تنفيذيين بالمحافظة. أتمنى من الدكتور محمد عماد، دكتور أحمد الأنصاري،
تحديد لقاء ومناقشة مع أحزاب الفيوم، خاصة الأحزاب فيها من السياسيين المخضرمين اللي هم هيفيدوا، ليس أمر إلزاميا على حضرتك ولا أمر رقابيا، لكن هو أمر استشاريا خذ بآراء الأحزاب، هم أقرب للشارع. مشاهدي الكرام، إلى أن ألتقي بحضرتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.